رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. اول ضيف معنا سعيد جدا باستقباله معنا على الهاتف، المسير الحالي في النادي الافريقي، عضو الهيئه التسييريه للنادي الافريقي، زين العابدين الوسلاتي. زين العابدين، مرحبا بك. وبيك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالساده المستمعين. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ والله لاباس الحمد لله. اول مره ارتحنا شويه وتو هنا عاد نرجعنا. اول مره معنا بالتليفون، سعيد جدا باستقبالك زين العابدين. مش غلط اول مره في اكسبريس اف ام؟ اي اول مره. ما رانا من متابعينكم، راه متابعينك انت بصفه خاصه. شكرا، ربي يفضلك سي زين العابدين. باخي اسال على حوالك الساعه قبل ما ندخل في الموضوع، علاش شنو سبب العوده ذي بعد غياب طويل عن الافريقي؟ والله هو راهو بالنسبه لي انا شديد قرابه 18 سنه كتب عام في يلا في تقريب نفس على لوكشه واحده، احنا نقولوا يلا مجموعه واحده، ففي فتره زمنيه معينه تحس اللي تولي تتكرر في نفسك وليزمك تخرج تعمل شويه هكا تجربه، ربما تقييم للتجربه نتاعك، ثم على ضوء ذلك تعاود ترجع تبدا ربما تكون احسن. وهذا اللي وقع، خرجنا سنه 2010 انا وقتها في مع كامل يدير، ثم جات الثوره، ثم جات بعض الهيئات المتتاليه، وقعدنا نشوفوا في وضعيه النادي الافريقي للاسف بدات يلا تتعكر من سنه الى اخرى، لنوصل الوضع الى وضع لا يمكن السكوت عليه. هذاك علاش خلينا قلنا ما عادش ثم الامكانيه يلا الوقوف فوق الربوه، يلزمنا نعاودوا نرجعوا. الوضع صعيب ولكن بقدره ربي بتضافر جهود الجميع ان شاء الله نصحوا الوضعيه ويرجع النادي الافريقي لموقعه الحقيقي. فما شكون اقترح عليك والا لا؟ والا وحدك؟ فما شكون جاب لك الفكره والا وحدك جاتك الفكره باش تدخل الهيئه، ولا كيفاش بالضبط؟ كيف صارت الامور معناها؟ هو 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 الهيئه هذه راهي جات مقترحه من الجامعه التونسيه لكره القدم. السيد وديع الجري بالطبع عاين لجنه الانتخابات اللي عنده عاينة ان ثم هناك حاله قصور كبير في النادي الافريقي، واللي ثم وكذلك لجنه الطوارئ في الجامعه التونسيه لكره القدم، وانتهت الى عقد انتخابات في سنه يوم 21 فيفي، ولكن قالوا حتى للوصول للانتخابات هذه راهو الوضع بتاع الجمعيه ما عادش اصبح ينضب بالخطر، يلزم هيئه مؤقته تسييريه الى حين بلوغ الانتخابات نتاع سنه يلا 21 فيفي. وبالتشاور مع الرؤساء السابقين المسؤولين السابقين اقترحوا على رئيس الجامعه، اقترحوا عليه ثلاثه اسماء هما محسن طرابلسي ومهدي الغربي وزين عبد النوستاتي. في ظل هذا الكل استاذ، رئيس النادي يبدو انه متمسك بالمنصب نتاعو، حتى سمعناه في قناه 9 في الحوار نتاعو، مش معرف بالهيئه التسييريه نتاعكم. والله هو بيتمسك هذاك بموقفه وحقه ورايه، ولكن هو شايف ان الوضع ربما طبيعي بالنسبه لي هو، ولكن وضع النادي الافريقي اصبح وضع كارثي بتمام معنى الكلمه، وضع كارثي على مستوى الرياضي. عمرنا في النادي الافريقي ما كنا في اخر مرحله الذهاب في المرتبه قبل الاخيره، وعمرنا ما كنا في النادي الافريقي بكم من الديون وبحجم من الديون وبخطايا وبعقوبات صارمه من الفيفا نكونوا مهدين بها، عمرنا ما وصلنا النادي الافريقي لهذا الوضع الكارثي رياضيا وماديا. اذا كان هذا كله سي رئيس النادي باقي ما يعتبروش وضع خطير، نقول ما لو وين الخطر؟ البارح كان لكم اجتماع حسب المعلومات اللي عندي مع عبد السلام اليونسي اعضاء الهيئه التسييريه. انا الحقيقه مستنزل شويه دونك مستبرد شويه ما حضرتش، اما وقع اللقاء مع بعض المستشارين نتاعو والهيئه اللي كانوا يخدموا معاه لتضمين وضمان قيام عمليه الباساسيون يلا في حدود طبيعيه وباهيه. نحب ناخذ بالطبع مآلات الملفات الموجوده عنده اداريا ورياضيا، اثنين الوضع المالي ويلا التقرير مالي للمداخيل والمصاريف بالطبع، ما تعرف انت باش تاخذ جمعيه وباش تواصل على تبني على الشيء الموجود، بمعنى باش تعرف على الاقل شنو انا هما الديون المستحقه، انا هما الديون غير المستحقه، باش تخلص ناس باش كذا، فهمتي؟ ولو ان احنا بالنسبه لفتره وجيزه جدا هذا ان شاء الله باش تكون من المهام، ولو ونسهلوا كذلك المهمه للهيئه المديره اللي باش تجي باش تلقى على الاقل يلو نسبه كبيره من الخدمه اللي باش تخدمها هي نكونوا احنا حاضرناها لها. بالطبع وقع الاجتماع ولكن
مازلنا ننتظر إلى حد اليوم في تسليم الوثائق إن شاء الله يتم حسب الوعد اللي تلقيناه البارح. شنو كان موقفه رئيس نادي عبد السلام اليونسي؟ بالطبع هو مصر نفس الموقف نفس الكلام نفس الموقف نفس القرار، وللأسف بمعنى من يلا من الناس ما تحبش تواجه الوضع، بمعنى الجمعيات الرياضية راهو عامل هو إنسان عامل مع جماهير رياضية، الجماهير الرياضية متاع النادي الإفريقي والجمهور الرياضي متاع النادي الإفريقي قال ما عادش نحب السيد هذا يبقى رئيس للنادي الإفريقي. انتهى، ما تنجمش تبقى انت يلا 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 بالرغم من إرادة الناس. لأن نتذكر رؤساء سابقين الله يرحمهم وقعت شوية إشكاليات قدم استقالته وخرج. وتواصلت لأنه النادي الإفريقي يتواصل وإحنا كلنا مارين بمعنى كلنا باش نمشيو، وخاصة إذا كان في البقاء نتاعك أنت باش تبقى في المكان هذاك باش تزيد تتعمق الإشكالية، فيستحسن أنك أنت تغير ويجي واحد آخر اللي ياخذ الريليف ويحاول يلا يصوب الاتجاه. اليوم البيان اللي هبط من الوزاره والديسيزيون اللي هبطت وزاره شؤون الشباب والرياضه اكيد تابعته سيدي العابدين، ينجم يكون هو النقطه الفصل في نهايه علاقه عبد السلام اليونسي مع النادي الافريقي؟ هو 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 تدعيم، لانه ماك تعرف نجم تكون الجامعات الاخرى يقول لك هو بيدهم زي ما ربما كان يقول فيه، هو النادي الافريقي ما يشكر تقدم بركه خاطر تولي القرار اللي صدر على الجامعه التونسيه وكتاع كره القدم يظهر كانه قرار يتيم، فمشكور السيد الوزير اللي هو بيدو عين وبعث شكون يلا من الاطارات الساميه للوزاره، تعرفوا كذلك انه الوزاره هي سلطه الاشراف وان الدوله تساهم كذلك في ميزانيه النادي الافريقي، وان التقرير المالي للافريقي يلزم كذلك ان يكون محل مراقبه من التفقديه العامه في وزارة الرياضة، فتبين لهم أن هناك إخلالات كبيرة وخطيرة، وعلى ذلك تم اتخاذ هذا القرار اللي صدر اليوم من السيد وزير الشباب والرياضة. ولو أن سمعنا العباد اللي بعثتهم الوزارة معناه أكدوا أنه فما شكون كان موجود من وقتها موجود من في الإدارة نتاع النادي في البارك معناه. هو راهو هنا إسلام وقع ربما قراءة قد تكون قراءة خاطئة، هو اللي مشى المتفقد اللي مشى قرر لقيت كتبة موجودين، هو مش مشى عين شغور الإدارة، الكتبة مش الهيئة المديرة بمعنى، الكتبة هم ناس إداريين يخدموا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإدارة، مش أما حالة الشغور ما يعينهاش تعينها المحكمة تعينها الفيدراسيون، أما ما تعينهاش الوزارة، لأن الوزارة هي مراقبتها المراقبة الإدارية فقط. هذاك علاش في البيان كان يلا أنه لقى شكون، وهو بالفعل كان تم كاتب ربما كونطابل موجود وربما كاتب آخر إداري موجود، هذاك علاش تم ربما فهم الصيغة نتاع الكلام اللي قالوا الممثل الوزارة على أنه ما ثماش حال شغور. نحكيو شوية رياضيا سي زين العابدين، رئيس النادي كان اكد عبد السلام اليونسي فما كان ستاج نهايه الاسبوع، شنو باش يصير الستاج هذايا والا عندكم رؤيه اخرى للفريق رياضيا؟ لا انتهى، بمعنى برنامج سي عبد السلام انتهى، توا احنا توا كهيئه تسيريه خذينا مقاليد الامور ان شاء الله باش ننسقوا مع بعضنا ونحاولوا باش ننسقوا كذلك مع رؤساء القوائم اللي باش يترشحوا للهيئه المديره، لانه تعرفوا الفتره نتاع التريف هذه ونظرا للوضع كما قلت الوضع الرياضي صعيب ياسر للنادي، فبالتالي لازم نستغلوا فتره الراحه هذه كما ينبغي، نحاولوا ان شاء الله بننسقوا مع القوائم اللي باش تترشحوا اللي نعرفوها تقريبا يمكن في حدود زوز او ثلاثه قوائم، نترأن على الاقل مع رؤساء القوائم باش يقع الاتفاق على اسم ممر، وهو اللي بالطبع ينطلق في التمارين وفي اختيار بالطبع الستاف نتاعو يتوكل على ربي يخدم على روحه. نفهم من كلامك علاقه قيس اليعقوبي انتهت النادي الافريقي؟ والله قيس اليعقوبي هو ولدنا في كل الحالات، وهو يلا صديق الجميع وولد الجمعيه، ولكن بالطبع المرحله هذه مرحله جديده تقتضي ناس جدد وتقتضي ايادي جديده وتقتضي بمعنى نفس جديد. الكلام ما برش على منتصر الوحيش كثر. من الاسماء المقترحه.
من وقتاش يتم الحسم ان شاء الله في الموضوع؟ هذا نتصور من اليوم الغد يلزم، خاطر الموضوع يلا مستعجل ويلزم البت فيه في القريب العاجل ان شاء الله. بالنسبه لخلاص الديون اللي عندكم رؤيه والا معاملين على دخله الفيفا والا قاعدين تحكيوا مع السبونسور المدعمين تاع النادي، خاصه تعرف الوضعيه الرياضيه صعيبه شويه، الفريق يحتاج للملاعبيه جدد ظهر. اكيد الزاد البشري يلزم يقع تدعيمه، والتدعيم ما يقع كان يلا برفع عقوبات الفيفا، ورفع عقوبات الفيفا يلزم خلاص الديون اللي هي كما تعرف في حدود 12.6 مليار. المهم بالنسبه للرؤيه نتاعنا احنا بالطبع عن القسط الثاني من المستشفى القطري في حدود 5 مليار دويت و400. وقتاش يوصل ان شاء الله؟ نعم وقتاش يكون موجود ان شاء الله؟ هذا مبدئيا في فيفري بقدره الله، واحد يلا ان شاء الله بقدره ربي يكون باش نسعى وباش يقع يلا يداعوا مباشره في حساب الجامعه التونسيه لكره القدم مباشره المبلغ هذا. ما تبقى من المبلغ عاملين احنا تو مساعي مع المستشارين الباقيين مع الرؤساء السابقين، ونعاولوا كذلك راهو على اللطخه راهو خويا اسلام عملناه والاختري باش نعاملوا اللطخه، كان برنامج وقتها باش ناخذوا قرض، فحاولنا باش ناخذوا قرض ودخل سي حمادي بصبيع مشكور واحد البنوك عطاه الموافقه نتاعو، ثم بعد بقعت اشكاليات، ولكن الجمهور الافريقي كي هب هبه واحده، والهبه هذيك جابت وقتها كانت تذكر 6 مليار دويت، وبقات يلا في تاريخ النوادي الرياضيه مش حتى في تونس ربما حتى في العالم. فبالتالي اللطخه ديما موجوده، لانه مش ديون النادي الافريقي راهي مش كان ديون الفيفا فقط، راهو اللاعبين بيدهم عندهم صحيح يلا اللاعبين الحاليين عندهم برشا 6 مليارات كل. ثم لاعبين عندهم قضايا في فسخ عقود نتاعهم لانهم ما خذوش الرواتب نتاعهم، ثم شكون حتى ربما اكثر من العام ما خذاش الاجره نتاعو، وديون اخرى متراكمه وكثيره بالطبع الحمل الكبير، ولكن بقدره ربي بتضافر جهود الجميع نبداو نلقاو يلا بشويه بشويه كل مره نخلصوا الديون الاهميه القصوى ثم الديون اللي اقل. المجال قصير هو حضر لي حتى في ديكم جمعتين، معناها اذا كان نحكي نسبه مئويه قداش نجموا نعطي نسبه مئويه للجمهور باش نطمنوهم على الاقل مساج نتاع طمأنة على الفريق رياضيا خاصه خاطر الوضعيه صعيبه برشا سي عزيزي العبيدي. انا نقول لك رياضيا بقدره الله السميع العليم على مستوى الرياضي وعلى مستوى الفريق بقدره الله مبدئيا سيكون في ايادي امينه، وبقدره ربي باش يشوفوا نادي الافريقي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجزء الثاني من البطوله النادي الافريقي الصحيح. وبقدره ربي باش نخرجوا من عنق الزجاجه يلا، هذا انا اكيد ومتاكد ونعرف اللي يلا لاعبيتنا بقدره ربي مع الملاعبين اللي كانوا الكبار اللي ما وقعش الاعتماد عليهم وربما يلا استثناهم، بقدره ربي زاد كذلك يرجعوا يلا يعطيوا الدعم الكبير، واذا كان ان شاء الله وفقنا باش نخلصوا الديون وكنا منتهيين للاعبين المنتدبين الجزائريين، بالرغم انه في الجزائريين فيهم برشا اللي ربما ما وقع فسخ عقودهم، وهذا مش الشيء اللي طلبنا به الهيئه المتخليه انها تعطينا عقود اللاعبين وتعطينا ملفاتهم وشكون اللي جابتهم وشكون اللي تخلت عليهم وعلاش جبناهم وخلصنا لهم جمعياتهم وخلصناهم في رواتب، ثم بعد ذلك ما خلصوش ديون الفيفا يلا نخسروا من الجهتين ونخسروا والملاعبيه هذوما الجزائريه اغلبهم تقريبا فسخ عقدهم، بوتمان بعد بوتمان فرحي اليوم سمعنا كذلك بن عياده، بعد شويه باش يكون معنا مراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح تبعونا عنده تفاصيل على اللاعب قضى ليله البارح في صفاقس زين العابدين وابارامون باش يتحول للسي اس اس، عندكم تفاصيل قاعدين تتصلوا بهم اللاعبيه ولا كيفاش؟ والله لا ما نجمش نتصلوا بهم على خاطر ما حب يلا الهيئه المتخلي ما حبت تعطينا حتى معلومه لا شكون الوكاله نتاعهم لا كيفاش نجم نتصلوا بهم، بمعنى احنا ما عندناش حتى علاقه بهم، احنا خش بشرنا نهار الاثنين اللي فات، اليوم هو النهار الثالث وخطينا بمعنى سامحني لي الشوان في كل مكان، بالتالي ما نجموش نعملوا كل شيء في نفس الوقت. مش اللي نجموا نعملوا اللي مازال موجود يلا طبعا نحاولوا نسووا له وضعيته ان شاء الله
خلاص الديون يعني خلاص ديون الفيفا مش الانتدابات فقط راهو يعني خلاص الديون الفيفا اللي قدرناه بعد تولي في تنقيص النقاط وفي برشا اشكاليات اخرى فواجب علينا باش نخلصوها الديون هذيك بقطع النظر على التأهيل من عدمه فهمتني وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله صعبوها عليكم معناها سي عزيز العابدين حسب ما فهمتوا صعبوها لانه علاش لانه لو كان انت توا انت تعطيني توا انت انا انت غادرت مكان وقت تعطي باساسيون هذاك اللي احنا انا شديد 15 سنه كنت معاه في الكلوب ومشات هيئات وجات هيئات وكانت تقع الباساسيون يلا بكامل الاريحيه عمرها ما وقعت اشكاليه عمرها ما لانه اولا كانت الكتابه العامه كانت ديما موجوده في الاداره والاداره كانت في حديقه الرياضه وعقودنا وملفاتنا وكل شيء بما اللي يجي جديد يمشي تول يلقى كونتراتوات ويلقى الترشيف فيها كونتروات والسنيور يحل يشوف يلقى كل شيء فهمتني اللي تيجي يلقى كل شيء للاسف من طبعا بعد الثوره بمعنى الحديقه ما شفتوا الوضع المزري اللي اصبحت فيه ثم الارشيف هذاك اللي هو ارشيف يلا تاريخ النادي كله يلا انتصر ومشى الله اعلم وتلوح واضح نخلي لك ميساج كان تحب في الاخر برشا جمهور الكلوب يتابعوا فينا وبرشا اسئله خاصه يسالوا على اللاعبيه الجزائريه ما عادش خليك ميساج ليهم في الاخر سي عزيز العابدين انا الجمهور نقول لهم بالطبع انتم هم المدافع رقم واحد على النادي الافريقي وانتم اللي وقفتوا سد منيع باش النادي نتاعكم يبقى ديما هو ان شاء الله يلا في الحجم نتاعو الطبيعي عملتوا لطخه في السنه الفارطه اللي بقات حتى وسائل الاعلام تحكي عليها الاحتفالات نتاع المئويه سنة الناس الكل تحكي وحتى وسائل اعلام اجنبيه ان شاء الله بقدره ربي القادم خير بتضافر الجهود ووقوفنا كل مع بعضنا ان شاء الله نجتازوا هذا المحنه وان شاء الله ما عادش نرجعوا للشيء اللي عشناه في النادي الافريقي في هالسنوات الفارطه. يعطيك الصحه شكرا لك استاذ على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. يعطيك الصحه شكرا ربي يعينك الى اللقاء. دونك بعد شويه باش يكون معنا مراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح عندنا اكثر تفاصيل على انتقال اللاعب حسين بن عياده للسي اس اس يبدو انه اقترب برشا من السي اس اس البارح قعد دليله في صفاقس حسين بن عياده بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي فاضل ابو جناح عنده اكثر تفاصيل فاصل ثم مواصلين في فير بلاي